بشو كتير سلمي شو الو احترامي سيدنا، معك الافندي ابو سره سيدنا. نعم سيدنا، اسال. في ارهابي جاي يسوي معه مسدس حربي يا سيدنا، مش باين علي شي هلا سيدنا. نحن أهبة الاستعداد يا سيدنا والاستغماء. اي واحد بقرب ثوبي عنده هالمواصفات هاي دغري رح اقول القبض علي. لا تعتل شام سيدنا. ايه سيدنا، طيب يا مسكين، بدي بس شغلي انا. اذا كان ارهابي ومعه مسدس حربي ما رح ترحمني، بدي يقوسني دغري. يعطيك العافية. بدي اسألك وين؟ وقف 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 وقف، لا تتحرك، ارفع ايدك فوق. شو؟ ارفع ايدك فوق. رفعت ايدي. ارفع ايدك فوق. رفعت. انت عندك مواصفات لهلا خبروني عنها. شو هي؟ ايه انه معك مسدس حربي ارهابي ومعك مسدس حربي. انا؟ ايه انت ما معي مسدس حربي. ما تكذبش، انا الافندي ابو سره البندو ما حدش بكذب. والله ما معي مسدس حربي. اسكت. طيب. بدي فتشك. شو؟ بدي فتشك، واذا لقيت معك فرد بدي اقول القبض عليك. حكيت معك فرد فعلتك. ايه طيب. بس بالشرط؟ والله ما معي فرد. ايه يلا اسكت بلا كلمة. في ايدك؟ فتش. في ايدك. ما معي فرد. وين هو المسدس؟ ما معي فرد. ما معي فرد. وين هو المسدس؟ والله ما معي فرد. وين هو المسدس؟ اذا تسكت. ما معي فرد. ما معي. وين هو الفرد؟ ما معي فرد. ليه طيب؟ وين خبي؟ علي علي في ايدك، علي في ايدك. ما في فرد. وين هو الفرد؟ ما في فرد. وين هو الفرد؟ ما في فرد. ما في فرد. يا عمي مبينة معك فرد مضبوط، معك حق. فالت ما تبخذنش. يلا لا تبخذنش. بسألك بس، مخفر الشرطة وين صار؟ مخفر الشرطة بدك تطلع من هون على الكوع دغري. على الكوع دغري؟ ايه على الكوع دغري. ممنونك. اهلا اهلا، ما تبخذنش. ايه سيدنا؟ يا سيدنا التقيت بنفس الشخص اللي عنده المواصفات اللي قلت لي اياها. ايه يا سيدنا، بس مع القيتش القبض علي لانه معهش مسدس حربي. سيدنا معه مسدس حربي. اسمعوا. ايه سيدنا معه صبيع هدوك ملفلف جسمه بصبيع الهدوك وداي وجراي. بحب الهدوك سيدنا.